وقال سبحانه وتعالى ولنبلونكم. تدبر في كم المؤكدات التي في هذه الكلمة لأدوات التوكيد التي وردت في هذه الكلمة. الناس اللي عندها شوية إحاطة باللغة العربية يعلمون أن الكلمة فيها كثير من المؤكدات. لام التوكيد اللي في البداية ولنبلونكم، ونون التوكيد اللي في قوله سبحانه لنبلونكم، وكاف الخطاب مباشرة. شوف كم مؤكد في الكلمة لكي يؤكد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لن يسلم من الابتلاء ولن يسلم من الاختبار في هذه الحياة في أي مجال من المجالات وفي أي أمر من الأمور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ده كله قسم، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى قسم. قسم فيه يعني تأكيد للكلام، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقسم حتى يؤكد على هذا المعنى اللي هو لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد معناها أن الإنسان يكابد في متاعب هذه الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. في سورة الانشقاق يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وبعدين الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآيات قال إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ثم قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. كادح كدحا، لم يقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فملاقيه، وإنما قال كادح إلى ربك كدحا. يؤكد المعنى بكلمة كدحا للثانية لأن هي مفعول مطلق في الكلام يدل على تأكيد الكلام. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والفاء في كلمة فملاقيه بتفيد الترتيب والتعقيب، يعني أنك ستكدح في حياتك. فملاقيه يعني إلى معنى الحرف الفاء هنا يدل على أنك ستظل تكدح حتى آخر نفس في الحياة. فملاقي يعني حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقول إنسان أنا وصلت مثلا لسن معينة فأرتاح فيها من متاعب الحياة، أو وصلت إلى أمور مالية معينة أو الراحة المالية أو الاقتصادية فأرتاح. لا، هتلاقي برضو في مشكلة كده في جانب من الإيه من الجوانب. إن لم تكن مشكلة مالية ممكن تكون مشكلة صحية، ممكن تكون مشكلة أسرية، ممكن تكون مشكلة، يعني الحياة فيها هكذا وفيها هكذا.